كيف ممكن تجربة صعبة تأثر فيك؟ حزن، إحباط. بالنسبة ليمان العودات أثارت فضوله وشجعته يلاقي السبب وبالتالي الحل. جدتي كانت كولون كانسر والحمد لله يعني هي تحسنت من ناحية سرطان، ولكن كان أثر في أثر ملحوظ في الدماغ. يمان طالب سنة خامسة طب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتجربته مع جدته دفعته أنه يبحث عن الأسباب اللي سببت ضعف في الإدراك عندها. واكتشف يمان أنه الكيماوي له أثر كبير على الدماغ، لأنه بيعمل نقص في المادة الرمادية في المخيخ والأجزاء من الدماغ اللي وظيفتها الإدراك العقلي والذاكرة. قدم يمان البحث في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لطب الأعصاب، وكان واحد من بين 6 أبحاث من حول العالم. لكن بحث يمان أبهر اللجنة وكبار أطباء الأعصاب، وتم اختياره كواحد من أفضل الملخصات المقدمة على مستوى العالم، وفاز بجائزة الاجتماع